مشاهدينا الكرام مساء الخير، وصلنا معاكم الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الرئيسية في برنامج العشية. موضوع مهم جدا وهو موضوع تطعيمات الأطفال وتلاميذ المدارس في مدينة بنوليد. تعرف على الموضوع وحتكون أيضا معنا ضيف، لكن خلينا نشوف التقرير قبل. انطلقت خلال الأسبوع الحالي الحملة السنوية للكشف الطبي وتطعيم الطلاب في المؤسسات التعليمية داخل نطاق بلدية بنوليد، وذلك بالتعاون مع مراقبة التعليم وإشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية. ومن خلال الحملة هذه حيتم إعطاء لقاح السحائي والرباعي لطلبة الصف الأول ابتدائي وطلبة صف ثالث إعدادي داخل المؤسسات التعليمية وسط إقبال ومشاركة كبيرة من الطلبة. تم أيضا الكشف والتحليل عن الأمراض المعدية خلال الحملة لمكافحة أي مرض من الممكن أن ينتشر ما بين الطلاب داخل المؤسسات التعليمية. وتستمر الحملة هذه لمدة 3 أسابيع عندما يتم استهداف كافة الطلاب في المؤسسات التعليمية في بني وليد وضواحيها، فيما كشف القائمين على الحملة عن وجود نقص في بعض التطعيمات اللي طالبوا بتوفيرها من الجهات ذات الاختصاص. شفنا مع بعضنا هذا التقرير واللي يحكي على حملة التطعيمات اللي كانت مفروض ان هي تكون بصراحة بطريقة اكيد اكبر واوسع، لاننا نحن محتاجين واكيد مشكورين على هذه الحملة اللي جدا ممتازة. نحن نتمنى ان هي تكون موجودة بصراحة في كل المدارس ولكل الطلبة، لان اعتقد حاليا جسم الانسان مش قادر ان هو يتحمل اكثر. الامراض تجي بسرعة مش كيف اهلنا زمان، ممكن ان هو الطقس غيره يجيب معه في أمراض مختلفة. السنوات اللي فاتت اكتشفنا العديد من الأمراض اللي ممكن هي موجودة في ليبيا وما كانتش زمان موجودة. كذلك في أمراض كانت مختفية ورجعت من جديد. فالوضع حاليا محتاج الجانب الصحي إنه هو يقوم بشكل كبير، يعني أكبر من إنه هو ممكن يدير. وهذا اللي كان فعلا في مدينة بنوليد. التطعيمات الرباعي والسحائي أو السحايا للصف أول ابتدائي وثالثة إعدادي، وكانت في الحملة هذه في أكثر من مدرسة داخل بلدية بنوليد. فهذا الأمر مهم الصراحة، ونحيوهم على المجهود هذا، ومفروض يعني تكون في كل المدن غير مش في بنوليد. هي بنوليد راهو من المناطق اللي فيها البرد هلبة، صقع لأن فيها الوادي وكذا والصقع الجاف، فالبرد وفصل الشتاء والإنفلونزا والأمراض يعني تكون منتشرة بشكل كبير. يعني أعتقد عبد اللطيف أن هذه الحملات، وحتى نتذكر أيام المدرسة زمان، أن هي تكون موجودة خلال العملية التعليمية، يعني في أثناء ما الطالب قاعد موجود في المدرسة تكون بشكل كبير وضرورية أن هي تكون بالطريقة هذه فعلا. ليش؟ عشان أعتقد أن الطالب أو الطالبة في الوقت هذا غير أن هي تعرف أهمية الدراسة، كذلك تعرف أهمية الصحة، تعرف أهمية التطعيم والحملات التطعيمية هذينا، وأنه هو الواحد مفروض أنه يكتشف أنه هو ممكن أنه يمرض، أنه هو ممكن يصير أي شيء لا قدر الله. فلازم أنه هو الواحد يحافظ على صحته بشكل كبير. أعتقد أنها مش بس حملة للصحة بس، أعتقد أنها حتى حملة توعوية. أيوة، توعوية وكشف عام لأغلب الطلبة. احنا مفروض يكون معنا السيد مدير مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية في بنوليد، الأستاذ محمد بن نيران. أستاذ محمد بن نيران مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير أستاذي الكريم، مساء الخير لمشاهدي قناتكم الموقرة، مساء الخير لكل الشعب الليبي. شكرا جزيلا. طبعا انطلقت خلال الأسبوع الحالي الحملة السنوية الكشف الطبي وتطعيم الطلاب في مدينة بنوليد. حدثنا على الحملة بشكل عام في البداية. بالفعل أستاذي، هذه الحملة السنوية التي يقوم بها قسم الصحة المدرسية التابع لمكتب الرعاية الصحية، وهي للكشف والاطمئنان على صحة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية في بلدية بنوليد. تمام. بدأت الحملة فعليا خلال يومين، وبعون الله تعالى ستستمر إلى أن ننتهي من كافة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية ببلدية بنوليد. نعم، أستاذ محمد، يعني من أبرز الحاجات اللي صارن في الحملة إنكم أو إن هي تم كشف عن العديد من الأمراض أو ممكن إن هي تكون موجودة، ونحن عارفين العديد من الأمراض المعدية وخاصة خلال فصل الشتاء. حدثنا عن هذا الموضوع. أختي الكريمة، هذه الحملة للكشف على جميع التلاميذ والإطمئنان على صحتهم، وكان مراقب للحملة عدة أطباء في مجال الباطنة وأطباء الأسنان.
الهدف والغايه من هذه الحمله هو الكشف المبكر والاطمئنان على صحه الاطفال خصوصا في فصل الشتاء. صاحبت هذه الحمله الخطوه المعتاده من قسم الصحه المدرسيه وهي اعطاء اللقاح الخاص بالسحائي والطعم الرباعي المركب لطلبة الصف الأول الابتدائي وطلبة الصف التاسع من المرحلة الإعدادية. بعون الله الحملة مستمرة وبفضل الله لم الحمد لله يحدث أن التقينا بحالة لا سمح الله بها أمراض معدية أو أمراض سارية. كل الأمراض التي يتم الكشف عليها من قبل الأطباء هي أمراض موسمية خاصة بأمراض البرد وتم توفير العلاج لهذه الأمراض ولهؤلاء الطلاب عن طريق الصيدلية المركزية داخل بلدية بن وليد. نعم أستاذ محمد، سمعنا أن الحملة بتستمر لثلاث أسابيع وحتزور أكثر من مدرسة في بن وليد وبعدها بتنتقل للمناطق المجاورة اللي هي ضواحي بن وليد. بالفعل هو الزمن المحدد او الموعد المحدد حسب الاحصائيه الخاصه بالمدارس تقديريا ثلاثه اسابيع، ولكن الحمله نستطيع ان نقول ان الحمله مستمره الى ان ننتهي من كافه المرافق التعليميه داخل النطاق الجغرافي لبلديه بن وليد. ايضا هناك فرق تتطرق الى منطقه ميناي ومنطقه المردوم ومنطقة جرات القطف. هذه المناطق تبعد ما يقارب من 60 إلى 100 كيلومتر عن وسط المدينة، لابد من أخذ حقهم من الكشف الطبي في كافة التأكيد. فهم في هذه المدارس وهؤلاء التلاميذ جزء لا يتجزأ من مدينة بن وليد، ولابد من إعطاء حقهم شأنهم شأن باقي المدارس. صحيح أستاذ محمد، وأكيد مشكورين على هذه الحملة اللي جدا محتاجينها أطفالنا بشكل كبير، لكن حابة نسألك هل في نقص في التطعيمات؟ أختي الفاضلة، هو النقص بالنسبة للتطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال لا نستطيع أن نقول أن هذه التطعيمات متوفرة، ولا نستطيع أن نقول بأن التطعيمات غير موجودة. فالضبط الذي حصل في بلدية بن وليد هو أن بلدية بن وليد استقبلت ضيوف من المناطق التي شهدت اشتباكات جنوب العاصمة وفي كافة ربوع ليبيا الحبيبة. عدد اللقاح التي تستلمه قسم الصحة المدرسية حسب الإحصائية الموجودة لديهم داخل تلاميذ بن وليد، ولم يضع المركز الوطني في حسبته هؤلاء التلاميذ هؤلاء الأطفال الذين قاموا أو هجروا نتيجة الاشتباكات التي حاصلة في ربوع ليبيا. ولكن التطعيمات الموجودة سواء كان إجبارية سواء كانت التطعيمات الخاصة بتلاميذ المدارس نستطيع أن نقول لا تكفينا لمدة شهر من تاريخ يومنا هذا. هناك مراسلات إلى وزارة الصحة وإلى المركز الوطني لوضع خطة طوالي داخل بلدية بن وليد نتيجة العدد المتزايد من الأهالي. نعم، أهم شيء أستاذ محمد يعني ما فيش حالات لهذا المرض، يعني مرض السحايا، وإن الأمور تمام بإذن الله الى حد تاريخ اليوم. قمت بمرافقه الفريق الطبي لم نكتشف اي حاله، والحمد لله، من الامراض الساريه والامراض المشتركه والامراض المعديه. كما ذكرت اختي كل الامراض هي امراض موسميه، يستطيع المريض او التلميذ بعد اخذ المضاد الحيوي القضاء عليها والتغلب عليها، وبفضل الله مستمرين الى حين الانتهاء من كافه المدارس. عذرا اختي الكريمه، دعيني اتقدم بكافه الشكر والتقدير لمراسل قناتكم المحترم داخل بلديه بن وليد لتغطيتي لكافه المراشد الخاصه بقطاع الصحه، وهو كان مرافق لي صباح هذا اليوم صباح الامس من خلال جولات المكتب الاعلامي لاداره الخدمات الصحيه داخل المرافق التعليميه. تسلم اكيد، وشكرا لك. هذا واجبنا طبعا، وشكرا لحضراتكم منكم سهلتوا عمل مراسلنا في مدينه بن وليد استاذ محمد بن نيران مدير مكتب الاعلام باداره الخدمات الصحيه بن وليد. شكرا جزيلا لك على تجاوبك معنا.
وانك طمنتنا ان ما فيش امراض معديه وفي شيء مخيف، بالعكس كانت الامور ايجابيه وماشيه بشكل سلس. ايضا نحيوا فيكم الحس الوطني، انا قلت بعد ما بننتهوا من مدارس بن وليد بننتقلوا قرارة القطف وبعض المناطق اللي تبعد على بن وليد، والوضع الصحي فيها تعبان جدا فعلا. وبرغم شكرا جزيلا لكم بصراحة، يعني برغم حتى عبد اللطيف ان في نواقص، في نقص، في ان هو ممكن الكمية تكفي لتاريخ معين او يوم معين، لكن برغم ذلك ان في امل وان في وطنية كيف ما انت قلت، اكيد نتمنى لهم كل التوفيق، ويا رب يعني نسمع الاخبار الحلوة هذه تكون موجودة اكيد في بلادنا. احنا بدينا الحلقة بالزرادي وبالناس والمناظر الجميلة في وادي الكوف وفي العجيلات، ايضا صله الرحم مهمه جدا، وهذا اللي قاموا به شباب منطقه المنصوره في جنوبنا الليبي الحبيب، اللي قاموا بزياره لمنطقه مغوه، عائلات كبيره، الدقوي، البكري، العربي، مشوا زاروا بعض، وكانت الاجواء جميله جدا، ابناء بين ابناء العمومه، عدد منهم ما قدرش يوصل نظرا لظروف البلاد وصعوبه الوصول، لكن ايضا الاجواء كانت جميله، وهذا الشيء اللي احنا دائما يسعدنا ونكونوا فخورين به. وهذا طبعا الشيء حنشوفوه في هذا الفيديو الختامي اللي حيكون في نهاية حلقتنا اليوم. نحن أكيد نودعوكم ونتلاقوا معكم في حلقة جديدة بكرة بإذن الله. يومكم سعيد، إلى اللقاء. جينا هنا زيارة من أمس، زيارة عند أولاد عمنا في منطقة مغوة، منطقة مغوة، والمنطقة هذه يعني بصدق يعني إحنا جيناها قبل، جينا في ممكن 2006 أول زيارة لي المنطقة هذه، بس كانت في لمة فرح وفرح أخونا عبد السلام بشير البناي 2006 2007 ممكن 2005، وهذه الزيارة الثانية بالنسبة لي أنا. لكن الزيارة الثانية هذه اعتبرها أفضل من الزيارة الأولى، الزيارة الأولى اللي كانت زيارة فرح ولمة ويوم قعدنا ثاني يوم وسافرنا، بس المجموعة الزيارة هذه والشباب اللي معانا هنا كلهم الشباب من من منصورة الشاطئ 14 نفر اللي هم من عائلة البكاي والدوقرة والعربي، احنا القبيلة هذه في منصورة الشاطئ عائلة البكاي والدوقرة والعربي، جينا زيارة هنا لأولاد عمنا في منطقة مغوة، أولاد عمنا أولاد البناي، والحق بصدق يعني احنا الاجواء هنا عائليه واجواء اجتماعيه، والحق هذه تربطنا علاقات قويه ومع اولاد عمنا هنا، ونتمنوا يديروا لنا زياره اللي هم اولاد عمنا اللي هم يديروا لنا زياره منطقه الشاطئ. زيارات تتكرر مش غير بين عائلاتنا احنا مثل اولاد البكاي والدوقرة والعربي والبناي، مع كل العائلات يعني العائلات الثانيه زي في مرزق، في مثل ام لرانب، في القطرون،
في طرابلس، يعني زيارات اجتماعيه، واحنا الليبيين كلها تربطنا علاقات اجتماعيه قويه طبعا، يعني كنا اولاد عم ولاد خوت وجاري جارك ولد عمك ولد خالي كنا نسبة. وان شاء الله نتمنى ان الزياره الجايه تكون عندنا في منطقه المنصوره الشاطئ، بيشتهر منطقه المنصوره، هي منطقه يعني منطقه قريه تعتبر، ما تعتبر مدينه، قريه تبع بلديه ادري الشاطئ منطقه المنصوره، منطقه يعني شو بنقول لك، عدد سكانها بسيط، عدد سكانها بسيط، وناسها ناس طيبين، اهل كرم اهل جود، والليبيين كلهم اهل كرم واهل جود، وهذه مش غريبه على الليبيين، اخوتنا كلهم. اليوم هم قاموا بمبادرة الشباب للتعارف وزيادة الرفع والترابط الاجتماعي داخل منطقة مغوة بزيادة وتعريف بين أهلهم وناسهم من عائلة البناي الموجودة داخل منطقة مغوة. طبعا نحن العائلة تتكون من أربع بيوت، وهي عائلة البناي وعائلة دوغرا وعائلة العربي وعائلة البكاي منصور الشاطي. نحن اليوم حقيقة كانت هذه المبادرة ناجحة وكسرت الحاجز الذي هو كان طيل السنوات ينتظر من يقوم بهذه المبادرة، والحمد لله اليوم توفقوا فيها الشباب من منطقة منصور الشاطي من ناس نغنى، واليوم هم الآن موجودين في منطقة مغوة بين أهلهم وناسهم. ونتمنى من كل الليبيين زيادة والاهتمام بهذا التعارف اللي ربط النسيج الاجتماعي داخل ليبيا، وهو اللي يتم على أسس ومبادئ توحيد ليبيا، ونتمنى إيش الاهتمام بهذه الفعاليات ليكون في المستقبل ليبيا واحدة لا لنبذ الفرقة والخلافات والحروب اللي هو بيننا. نحن تمنينا أن تكون هذه الاجتماع أكبر من ذلك بين قوتنا في منطقة أوباري الحضية، وزيادة من هنا وناسنا في حتى عندنا بعض عائلات منطقة سبا، لكن نتيجة الظروف الأمنية جبرت جاءت بعض نخب من هذه الشباب من منصور الشاطئ. إن شاء الله معرفة خير على الجميع إن شاء الله. جميع إن شاء الله. هذه القصه دي راح يكون ممتاز جدا.